لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. الزوايا. درس اليوم هو الدوران مع عقارب الساعة. لاحظ الدائرة الأولى، يمثل السهم هنا ربع دورة، والذي تساوي زاوية 90 درجة، بينما في الدائرة الثانية هذه يمثل السهم الأحمر نصف دورة على الدائرة، والذي تساوي زاوية مقياسها 180 درجة. وفي الدائرة الثالثة يمثل السهم الأحمر مع عقارب الساعة دوران مع عقارب الساعة 3/4 دورة، والذي تساوي 277 درجة. بينما في الدائرة الأخيرة يمثل السهم الأحمر دوران مع عقارب الساعة دورة كاملة، والذي تساوي زاوية مقياسها 360 درجة. أنواع الزوايا: هناك الزاوية قائمة وقياسها 90 درجة كهذه الزاوية، لاحظ ضلعاها متعامدان، والزاوية الحادة وقياسها أكبر من صفر وأقل من 90 كهذه الزاوية، والزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90 وأقل من 180 درجة وتمثل كهذا الشكل. الآن تدريبات: اكتب قياس كل زاوية بالدرجات وبالدورات. في التمرين الأول لاحظ في الدائرة الأولى أن السهم الأحمر يمثل نصف دورة، هنا يمثل نصف دورة، والتي تساوي بالدرجات 180 درجة، بالدرجات 180 درجة. بينما في فقرة 2 يمثل السهم الأحمر دوران مع عقارب الساعة 3/4 دورة، 3/4 دورة، وتساوي 270 درجة، 270 درجة. وفي الفقرة الثالثة يمثل السهم الأحمر دورة كاملة، دورة كاملة، دورة كاملة، وتساوي 360 درجة. السؤال التالي: صنف كل زاوية إلى قائمة أو حادة أو منفرجة. في الشكل تمرين 4 الزاوية هنا حادة، وفي فقرة 5 الزاوية قائمة. وفي فقرة 6 الزاوية منفرجة. الزاوية منفرجة. زاوية منفرجة.
التدريب الثاني، اكتب قياس كل زاوية بالدرجات وبالدورات. سؤال 8، يمثل السهم الأحمر دوران مع عقارب الساعة 3/4 دورة. ثلاث أرباع دورة. في تدريب 9، يمثل السهم الأحمر دوران مع عقارب الساعة 1/4 دورة. تعال نعود للسؤال 8، 3/4 دورة تساوي 270 درجة. 270 درجة. الآن نذهب لسؤال 9، يمثل السهم الأحمر دوران مع عقارب الساعة 1/4 دورة. ربع دورة وتساوي بالدرجات 90 درجة. 90 درجة. وفي تمرين 10، يمثل السهم الأحمر دوران مع على الدائرة مع عقارب الساعة دورة كاملة. دورة كاملة. دورة كاملة. وتساوي 300 بالدرجات 360 درجة. السؤال التالي، صنف كل زاوية إلى قائمة أو حادة أو منفرجة. فقرة 11، هذه زاوية منفرجة؟ وفقرة 12، هذه حادة؟ زاوية حادة؟ و13، هذه زاوية قائمة؟ و14، هذه زاوية حادة؟ وهذه قائمة. فقرة 15، زاوية قائمة. لاحظ هذه الزاوية قائمة. و16 زاوية منفرجة. ما نوع الزاوية الظاهرة في مقياس الوقود؟ هذه الزاوية هنا تمثل زاوية منفرجة. تمثل زاوية منفرجة. تمثل زاوية منفرجة. منفرجة. عفوا. لا إله إلا الله. منفرجة.